السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى رب تكونوا بخير وبصحة جيدة إن شاء الله. بإذن الله النهاردة يكون موجود معانا منحة ممتازة جدا، بس طبعا كالعادة قبل ما نتكلم عنها أحب أوضح إن إحنا عرضنا فرص ومنح كتيرة جدا سابقة، ودي القناة بتاعتنا هتلاقوا عليها منح كتيرة جدا، منح موجودة في اليابان، في كوريا الجنوبية، تايوان، فرنسا، أمريكا، ودول كتيرة جدا مختلفة. بالإضافة كمان كنا اتكلمنا عن سلسلة فرص التطوع والسفر إلى الخارج، وكنا عرضنا بعض المواقع اللي من خلالها تقدر تلاقي فرصة عمل بكل سهولة. بالإضافة كمان كنا أعلنا عن فرصة كانت تقديم والقبول فيها حصريا عن طريق قناتنا، وهي فرصة تطوع في فيتنام شاملة معظم التكاليف، وتم إعلان الفائزين في هذه الفرصة، وإن شاء الله بإذن الله يكون موجود معانا فرص جاية كتير التقديم والقبول فيها حصريا عن طريق قناتنا. بالإضافة كمان كنا أعلنا عن خدمة وهي خدمة المساعدة في التقديم لأي منحة أو فرصة أنت عايزها، تقدر تقدم من خلالنا بشكل احترافي أو تقدم بنفسك باتباع شرح الفيديوهات الموجودة على القناة. وعشان توصلك اي حاجه جديده من القناه بتاعتنا يا ريت تعمل سبسكرايب وتضغط على الجرس الصغير ده عشان كل الفرص توصلك بسهوله. واحب انوه كمان ان جميع رابط جروباتنا على الواتساب وجروبنا على الفيسبوك ورابط التقديم الخاصه بالمنحه اللي هنتكلم عليها النهارده هتلاقوها موجوده في صندوق الوصف اسفل الفيديو. بالنسبه لمنحه النهارده هي منحه ممتازه جدا في دوله من الدول الاوروبيه، هي زمالة وتدريب في ألمانيا. تمام، هي عبارة عن زمالة وتدريب في ألمانيا، يعني هتاخد تدريب معين وهنتكلم عن التدريب ده هيكون ازاي. الدولة اللي هيكون فيها التدريب زي ما قلنا ألمانيا، الجهة المانحة اللي عاملة الفرصة دي هي اسمها زمالة أينشتاين. تمام، ده اسم الجهة المانحة واسم المنحة بشكل عام. الدول المتاحة للتقديم في الفرصة دي جميع الدول، أي دولة تقدر تقدم في المنحة، دول عربية، أفريقية، آسيوية، تقدر تقدم المنحة من غير وجود أي مشكلة. مدة البرنامج ده قد إيه؟ عشان هتاخد تدريب في قد إيه المفروض؟ هتاخده في مدة 6 شهور، من 5 ل 6 شهور. تمام، انت عايز تاخده في 5 شهور 6 شهور الماكسيمم، هيبدأ في شهر سبتمبر، يبقى مدة البرنامج هي 6 شهور. ملاحظة، المنحة دي لا تحتاج اي شهادة لغة انجليزية والمانية، يعني حضرتك مش محتاج ان انت تقدم شهادة اجادة اللغة. اي نعم هي محتاجة يكون معاك لغة انجليزية بشكل على الاقل يكون متوسط عشان تقدر تتواصل مع الناس هناك، ولكن مش محتاجين منك اي دليل، يعني فقط تكون انت بتعرف اللغة بشكل بس يعني على الاقل يكون بسيط تعرف تتواصل بيه مع الناس، انما مفيش اي دليل هم محتاجينه من حيث شهادات لغه او اي شيء. تمام، يبقى دي حاجه برضو كويسه من الحاجات الموجوده في المنحه. طب بالنسبه بقى لتمويل المنحه، المنحه دي بتتكفل بايه؟ المنحه دي تمويلها ممتاز جدا، مموله بالكامل، هتشمل لك مصاريف البرنامج بالكامل، كل المصاريف بتاعت البرنامج، الرسوم بتاعت التدريب كلها هتكون على حساب المنحه، هتشمل لك السكن. تمام، هيكون في سكن في مدينه برلين، التدريب ده هيكون في مدينه برلين وهيكون في سكن، يعني هيكون سكن ممتاز عباره عن شقه تاخدها يوفروا لك فيها كل الاشياء، هيكون حاجه ممتازه جدا. كمان هيوفروا لك مرتب 10,000 دولار لمده 6 شهور. تمام، ال 10,000 دولار دي انت هتاخدهم لمده 6 شهور عشان تكفي احتياجاتك الشخصيه، اي حاجه انت محتاجها، الطعام، كل الاشياء دي. بس عفوا، هنا هي المفروض 10,000 يورو مش 10,000 دولار، فدي المفروض 10,000 يورو، يعني المبلغ كمان هيكون اكبر، وهيكون يعني 10,000 دولار مبلغ كويس جدا جدا يكفي لك كل احتياجاتك خلال مده 6 شهور، وكمان انت ممكن تدخر منه، يعني 10,000 دولار او 10,000 يورو مبلغ كبير جدا. هتتكلف لك بمصاريف الطيران من بلدك الى المانيا ذهاب وعوده، كل المصاريف هتبقى على حسابهم بالنسبه للطيران. طيب بالنسبة بقى للفرصة دي شرحها ازاي او بتتكلم عن ايه؟ بيقول لك الهدف هو دعم الذين يرغبون في متابعة مشروع في مجال من المجالات المختلفة الموجودة داخل البرنامج، بالاضافة الى انتاج عمل رائع في مجال تخصصه. يعني المنحة دي او الفرصة دي بتوفر لك ان انت مثلا درست تخصص معين، تمام، وعايز تنمي مهاراتك او عايز تعمل زمالة او عايز انك تاخد تدريب فيه، سواء بقى تخصص ادبي تخصص علمي، هي المنحه دي فيها تخصصات ادبيه بشكل اكبر وبعض التخصصات العلميه اللي بيشملها البرنامج. تمام، فهم بيتيحوا لك الفرصه ان انت تاخد تدريب حتى لو انت عايز شيء في تخصص اخر، يعني مثلا واحد درس في تخصص الاقتصاد وهو حابب يعمل تدريب في تخصص مثلا خاص بالطب او خاص بالهندسه، متاح ليك. هم ذكروا ان ما مش شرط يكون مرتبط بتخصص سابق انت اخذته. تمام، فبالتالي هم بيتيحوا لك الفرصه انك تعمل تدريب في حاجه انت بتحبها وحاجه عايز تقدم انت. تمام كده، يبقى هيكون في تخصصات مختلفه كتير في التخصص اللي انت عايزه. يبقى ده الهدف من البرنامج، اللي هم يساعدوك في تنميه مهاراتك وايه انك تاخد تدريب في الحاجه اللي انت عندك خلفيه عنها والحاجه اللي انت حابب تدرسها. شروط التدريب ده بقى ان يكون عمر المتقدم اقل من 35 سنه، يعني لازم الماكسيمم 35 سنه، ما تعديش السن ده، اقل من 35 سنه.
بالإضافة إن البرنامج ده متاح للطلاب والخريجين، ولكن بشكل كبير يتم قبول أعداد أكبر من الخريجين. هم ذكروا على الموقع الرسمي إن البرنامج مفتوح بشكل عام، ولكن هيكون سبيسيفيك بشكل يعني أكبر للخريجين، تمام؟ فالطلاب برضو بتوع الجامعات يقدروا يقدموا، والناس اللي اتخرجت تمام تقدر تقدم. ومعنى الخريجين هنا اللي هو يكون حاصل على درجة البكالوريوس، يعني لو هو متخرج من البكالوريوس وبيدرس ماستر هيكون من الخريجين، تمام؟ انما الطلاب مقصود بيهم هنا فقط الناس اللي لسه بتدرس البكالوريوس او الليسانس، يقصد بيهم هنا، تمام؟ الطلاب اللي لسه في المرحلة دي، انما اللي بيدرسوا ماستر دكتوراه فهنا بيطلق عليهم الخريجين هنا فقط. طيب بالنسبه للجزئيه دي خلاص وضحناها. ايه هي بقى الاوراق المطلوبه اللي حضرتك المفروض تجهزها؟ السيره الذاتيه، السي في بتاعك، حاجه بسيطه جدا. اتنين من خطابات توصيه، اتنين خطابات توصيه من اصحاب عمل انت تعرفهم او اساتذه جامعيين عندك. ومطلوب بقى الجزء اللي هو بقى العامل الاكبر اللي عليه التقييم، ورقتين بحث عن مشروع خاص بيك. يعني انت دلوقتي حابب انك تعمل او مثلا تنضم في البرنامج ده في تخصص مثلا الصيدله، يبقى انت تعمل بحث عن الصيدله في موضوع معين، وتعمله يكون من ورقتين فقط، تمام؟ البحث ده تذكر بقى فيه مواضيع عديده، ويعني تتكلم عنه بشكل كويس، لانه على اساس هيتم تقييم الابلكيشن بتاعك على اساس البحث ده. واحنا كقناه منح من كل الالوان طبعا احنا بنساعد في عمليه التقديم لاي فرصه ومنحه انت عايزها، تقدر تقدم من خلالنا بشكل احترافي او تقدم بنفسك باتباع شرح الفيديوهات، تمام؟ يبقى ده بالنسبه لورقتين البحثين. طيب اخر ميعاد للتقديم في المنحه دي هو 15 مايو 2020، ده اخر ميعاد للتقديم، لسه الفتره مستمره، ولكن من الافضل انك تجهز كل اوراقك من دلوقتي. طيب ايه كمان بالنسبه لكيفيه التقديم؟ هنا بقى كيفيه التقديم بسيطه جدا، مش محتاجه اي حاجه، لا ابلكيشن بقى ولا اي حاجه من الكلام ده كله، بس بيقول لك يجب ان يتم ارسال جميع الاوراق المطلوبه الى هذا الايميل. يعني حضرتك عندك التلات حاجات دول تجهزهم وتروح جاي بعتهم للايميل ده من ايميلك الخاص. يعني الموضوع بسيط، لا في ابلكيشن ولا اي شيء خالص، تمام؟ ده بالنسبه لعمليه التقديم. انا هنا اكتب لكم ملاحظه، طبعا زي ما كنا ذكرنا فوق ان احنا قناه منح من كل الالوان بنقدم طبعا خدمه التقديم للفرص والمنح اللي انت عايزها بشكل احترافي او ممكن تقدم بنفسك. انا هنا حاطط لكم برده الاعلان الرسمي للمنحه، تمام؟ تعال نبص عليه كده سريعا، هتلاقي فيه كل التفاصيل. ده الاعلان الرسمي للمنحه، بيذكر لك بعض التفاصيل هنا، ونهايه الابلكيشن امتى، ونهايه عمليه التقديم امتى، وان هو مطلوب سي في اللي هو ورقتين من البحث، تمام، واثنين خطابات توصيه، وبيقول لك ان كل الاوراق دي يتم ارسالها قبل 15 مايو او 15 مايو 2020، تمام كده. وبالنسبه كمان في معلومه بالنسبه لو للناس اللي هيتم قبولها، هيتم اعلام الفائزين في شهر يوليو 2020، ده بالنسبه للناس اللي هتتقبل. كده انا شرحت لكم المنحه بالكامل، سهله جدا، ما فيهاش اي مشكله، ممتازه، سهله في التقديم، مموله بالكامل، 10,000 يورو لمده 6 شهور انت هتاخدهم، في حاجه ممتازه جدا جدا جدا. وفي النهايه اتمنى لكم التوفيق والقبول في المنحه دي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.